اشوف العدد ده، دي حاجه كبيره، دي حاجه كبيره بشكر عليها ربنا، وبشكر الجمهور الكريم اللي فعلا صدقني وحس الكلام اللي انا بقوله لهم في الاغاني. ولو في مشهد بعمله في فيلم، يعني هو الفيلم مش فيلم طبيعي، فيلم لطيف، انما جواه مشهد مؤثر جدا، جواه مشهد مش طبيعي، جواه مشهد لو اي حد ركز فيه فعلا هيمتنع عن المخدرات، لانه مش هيرضى اهله يعيشوا اللحظات دي من بعده، مش هيرضى لنفسه ان هو يموت موتة زي دي. ف الحمد لله، يعني انا دايما وانا بعمل المشاهد دي بقول يا رب ان هي توصل. حد كان كاتب، هو كذا حد الحقيقة، بس يعني المعنى ده، يعني ان الحمد لله كنت سبب ان الناس ما انتحرتش، دي كانت حاجة أثرت فيها جدا، لأن نوع الاكتئاب أو الحزن أو الظروف الصعبة اللي تؤدي إن شخص بيبقى عايز ياخد قرار زي ده، أنا عارف إنه بيشوف حاجات صعبة، ودايما عايز أأكد إن اللي عايش التجربة مش زي اللي سمع عنها، اللي يسمع عنها ويتكلم مش زي اللي عايش، فأكيد جواه حاجة. بيبقى مطلوب جدا من الناس اللي حواليه يسمعوه كويس ويتعاملوا معاه بدقة شديدة، يبقى مطلوب منه هو يعرف حاجة مهمة جدا، وده اللي اتكتب لي جملة إن في ناس ظروفها أصعب منك ووصلوا ونجحوا لأبعد ما يمكن، وصلوا للقمة رغم إن ظروفهم أصعب منك. كل إنسان بيحس إن ظروفه أصعب حاجة، بس لما يستهدى بالله كده ويركز ويبص حواليه هيلاقي ان في ناس ظروفها اصعب منه بكتير بكتير، وعايشين ومكملين وبينجحوا بينجحوا بينجحوا وبيوصلوا لاعلى المراتب، فانت ليه لا؟ فاذا الموضوع فيك انت، بس انك تشوف صح، تحلل الامور صح. انا عارف ان احنا بنعيش في حياتنا دلوقتي كلنا كعصر في طاقة سلبية رهيبة رهيبة، ناس كتير ما بتحبش النجاح لحد، ناس كتير بيزعلوا لما حد ينجح، قصادهم ناس بتفرح طبعا، بس فكرة ان في طاقة عاملة كده، يعني انا اعتقد بسبب الاستخدام الخاطئ للسوشيال ميديا انه ولد طاقة عاملة زي كده، وللأسف بتجذب ناس وبيقعدوا يلفوا حواليها كده. احنا محتاجين يبقى في طاقة قصادها، طاقة نجاح وطاقة نور، محتاجين ناس تتجمع يبقوا قاصدين يتكلموا في حاجات إيجابية عشان تجيلهم. وهو يا جماعة أنا عن تجربتي الشخصية، أنا كنت بحب حاجات إيجابية كتير وأنا صغير ومركز فيها، من كتر ما مركز فيها في منهم اللي جالي بمجهود وفي منهم اللي جالي من غير ما أعمل حاجة. لكن عمرك ما فقدت الأمل؟ لا عمري ما فقدت. عمرك فكرت في الانتحار وانت صغير وانت قلت انك انت بالله. مريت بظروف في منتهى الصعوبه في حياتك؟ مريت بظروف قاسيه جدا على اي طفل، ما عمري ما حسيت بالشعور الاحباط يجي لك حاجه وانك تصدقه، دي حاجه تانية. لا ممكن يجي لك لحظه كده تزعل تحزن، انما احبط تماما اقول لا انا مش هشتغل، او انا خلاص حياتي ضاعت، او انا ماليش لازمه، او انا خلاص انا مفيش الكلام ده خالص.